وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة تسنيم العطاطرة، الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين. أهلا بك دكتورة في نشرة أخبار الثالثة. وبداية، يعني تقول الأرقام أن نحو ثلث البالغين في العالم لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا، يعني ما هي الأضرار البدنية والنفسية التي تترتب على الخمول وزيادة الوزن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءا اسمح لي أخي الكريم أن أعرف ما هو النشاط البدني. إنه أي حركة من حركات الجسم تنتجها العضلات ويتطلب استهلاكا للطاقة. ويشير النشاط البدني إلى حركات الجسم، ولا سيما أثناء وقت الفراغ أو الانتقال أو حتى أثناء تأدية العمل اليومي. ويساهم النشاط البدني المعتدل والمكثف في تحسين الصحة. فقد ثبت أن النشاط البدني يساعد على الوقاية من الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري والعديد من أنواع السرطانات مثل سرطان الكولون والثدي، وأيضا يساعد على تدابيرها العلاجية، كما يساعد على الوقاية من فرط ضغط الدم والحفاظ على وزن الجسم الصحي. ويمكن أن يحسن الصحة النفسية ونوعية الحياة، وخصوصا إذا نظرنا إلى الموضوع من النواحي السلبية لعدم ممارسة النشاط البدني، فإنها قد تؤدي إلى الأمراض غير السارية، ويزداد خطر الوفاة بنسبة 20-30% لدى الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني بالقدر الكافي، مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بالقدر الكافي. نعم دكتورة، وضعت منظمة الصحة العالمية هدفا عالميا للحد من الخمول البدني بنسبة 15% بحلول 2030، لكن الإحصائية التي نشرت مؤخرا تقول أننا نبتعد عن تحقيق هذا الهدف. يعني كيف يمكن للعالم أن يوسع دائرة التوعية بأهمية النشاط البدني والرياضي؟ هذا الأمر يتطلب بذل جهود جماعية على المستويين الوطنية والمحلية في مختلف القطاعات والتخصصات لتنفيذ سياسات وحلول تتلائم مع البيئة الثقافية والاجتماعية في أي بلد، وذلك بغرض النهوض بالنشاط البدني والسماح بممارسته وتشجيعه، وخصوصا أهمية وجود سياسات رامية إلى زيادة النشاط البدني والتي تهدف إلى تشجيع الأنشطة المختلفة، وتشجيع أيضا أن يكون هناك آليات للعمل ما بين القطاعات المختلفة وأهمية الرصد. وهنا اسمح لي أن أشيد بجهود مملكة البحرين، وخصوصا بتخصيصها لأيام رياضية تشجيع الرياضة سواء في بيئة العمل أو في المدارس أو في الجامعات، وخصوصا أن أشيد بالجامعات الصحية والمدن الصحية وحتى المحافظات الصحية وكل ما تضعه مملكة البحرين لوضع بيئة مشجعة للنشاط البدني بالتعاون مع جميع قطاعات المجتمع. نعم دكتورة تسنيم العطاطرة، الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.